صلوا على رسول الله. بما ان جائحه كورونا، الله يرفع البلاء عنا وعن جميع العالم. مشروع رهيب جدا جدا، العاب اطفال، مواصفات رهيبه، اشكال جميله، تنفع لجميع افراد العائله، مش بس الاطفال روحهم. العاب ممتازه، العاب مائيه للعلم، فيها الزحلقانيه، فيها اللي هي تلعب فيها كره السله، فيها شغلات جميله جدا، وضمان ان الالعاب قويه وتتحمل جدا جدا. شوفوا على سبيل المثال، هذه مواصفاتها بي في سي قويه جدا، تتحمل مال 10 سنوات تقريبا، يعني ضمان عليها 10 سنوات، مش ان اللعبه تلعبها وفتره وتعقها، لا، هذه تتم على طول. هذه مثلا زحلقانيه تطلع في الدرج من هناك تتزحلق، هني حوض يتسبحون اليهال فيه، ممتازه. في بعض الالعاب تحصلها في السوق، هني نايلون وهني بي في سي، مع الوقت هذا يخترب ينقص، اما هذه لا، كلها بي في سي من فوق لين تحت. شو يجي معاها؟ يجي معاها هذا الجهاز اللي ينفخ اللعبه، يجي معاها الهوز للماي يرش مثل المطر في اللعبه عشان تزحلق بكل سهوله، يزحلقون اليهال من هني، هاي يطلع الدري وهناك الزحلقانيه وهني الحوض يسبح. هذه سعرها طبعا، سعرها كم؟ اول 7000، الحين ب 4000 درهم، شامل التوصيل والتركيب باي مكان في الامارات. لما ما تودون العاب عيالكم المولات والعاب عامه وكذا وامراض لا قدر الله، لا، خلوها في البيت، في المزرعه، في العزبه، في اي مكان عندكم، خلوا هذه اللعبه. هذه اللعبه شو الجميل اللي فيها؟ انه كل الالعاب تتحمل اكثر من 150 كيلو، يعني ريال يقدر يلعب فيها. شوفوا هذه تختلف، فيها الدري من هني، فيها الزحلقانيه لافه، فيها حوض كبير في زاويه، في ماي يرش من هني في الهوز، يرش ماي على العيال يسبحون يستانسون. السعر من 6500 4250 درهم، شامل التوصيل والضريبه والتركيب. شوفوا الريال كبير قاعد يركب وينزل يلعب بكل سهوله، فيها سيفتي من الاطراف ان اليهال ما يطيحون الشرق غرب، لا، ممتازه، كلها بي في سي ومقاومه لجميع عوامل الطقس اللي عندنا من حراره وغيره وكذا. هذه اللعبه ممتازه، ضمان عليها 10 سنوات، واي شيء يصير فيها يصلحون لك، مثلا قصد في سكين او آلة حادة يصلحون لك اياها، ممتازه. هذه فيها حوض، شوف الحوض هني، فيها صوب مكانين زحلقاني، يعني ممكن اكثر من طفل ينزحلقون مع بعض. السعر من 5000 3500 درهم. من الخلف شو فيها؟ من الخلف فيها دري، هني واحد وهني واحد عشان تتحمل عدد اكبر، ومن فوق في رش ماي طبعا، وفيها سيفتي ان اليهال ما يطيحون، وكلها بي في سي، تتحمل الحراره وجميع عوامل الجو لغايه 70 درجه. هذه ايضا معاها، وشامل التوصيل والتركيب ب 3500 درهم. هذه اللعبه عجيبه جدا جدا ومميزه، واتمنى ما تفوتكم، لان منها كميه بسيطه، فيها لون الاصفر وفيها لون الوردي، لون للبنات. شو مميزاتها؟ جو انسايد بليز، خلي يروح، خلي ينط. شوفوا هذه اللعبه، فيها نفق تدخلك على اللعبه، فيها سيفتي طبعا ان اليهال ما يطيحون، فيها رشاش ماي يرش كامل على طول، فيها حوض كبير جدا، فيها ايضا نطاطيه انهم شوف تنط هني تلعب كره سله فوق، يركب الطفل من هني او اي حد يبغي يلعب يطلع من هني ويزحلق ينزل من هني. الحوض ما شاء الله مساحته كبيره جدا. السعر من 7500 4500 درهم، شامل التوصيل والضريبه. للعلم جميع العمال اللي يركبون هذه يعقمون الجهاز قبل ما يجيبونه، اللعبه تتعقم، لابسين قفازاتهم، لابسين كماماتهم، وايضا مفحوصين فحص كورونا قبل ما يركبون الالعاب. هذا اللون موجود، شوف الريال ايش كبره ما شاء الله ينزل، لانها تتحمل اكثر من 150 كيلو. شوف الحوض المساحه اللي فيه، هذه لون اصفر نفس المواصفات، وهذه الورديه جميله جدا، اللي عنده بنات وايد ياخذ من هذه. 4500 درهم وضمان عليها، ومش موسم واحد تلعب فيها، لا، تتم عندك سنوات، يعني في بعض الالعاب احنا نجيبها تتم مره واحده وخلاص ونعقها، هذه ابدا ما يصير فيها ولا شيء. والضمان موجود، بحط لكم الارقام، تواصلوا معاهم، الكميه محدوده جدا جدا. صلوا على رسول الله. متابعيني، انا في اجمل مكان يخص جميع افراد العائله، ما نقول العاب اطفال، لا، العاب للاسره. ليش للاسره؟ لان هذه اللعبه قويه جدا وتتحمل
جميع عوامل الطقس اللي عندنا. احنا اكثر طقس عندنا هو الحراره لسبعين درجه، مجربين هذه تحت حراره سبعين درجه، ان هذه ما تتقصص ما تخترب، تعيش لا يقل عن عشر سنوات، ضمانها عشر سنوات. الحلو اللي فيها انها كلها من بي في سي، في العاب في السوق موجوده ب 1000 1500 2000 2500 تحصلها، بس شو الفرق اللي فيها؟ هذه كلها بي في سي بس تحصل القسم اللي تحت نايلون، لما تلزق تخيط النايلون مع الـ مع الـ مع الـ مع البي في سي مع الوقت خلال موسم واحد تتقطع وتخترب. اما هذه لا، ما تتقطع مهما يصير فيها، الا تنضرب ضربه حاده في سكين او شيء تخترب. الحلو اللي فيها ايضا تتحمل لوزن 150 كيلو فوق، يعني ريال حرمه كذا يقدرون يلعبون في البيت، تقدر تطبقها وتلمها وتحطها في الستور عندك، ما عندك مشكله، تخليها طول السنه في الشمس برع في الحراره في الضوء ما عندك مشكله. اسعارهم ممتازه، الخصم خطير جدا، يعني هذه سعرها الاصلي كان 7000 الحين ب 4000 درهم بس، السعر حاليا ب 4000. طبعا الموديلات موديلات مختلفه، وكل لعبه لها شو؟ لها مميزه خاصه فيها. مثل هذه شكلها ياي كيرف، فيها رشاش من فوق، كلهم فيهم رشاش، كلهم فيهم مضخه للهواء، وكلهم فيهم حوض للسباحه العيال يسبحون. هذه سعرها من 6500 الحين 4250 شامل التوصيل والضريبه والضمان، وايضا تتعقم قبل ما توصل عندكم، والاشخاص اللي يوني يركبون مفحوصين فحص كورونا مع قفازات مع كماماتهم وكل شيء. هذه اللعبه مثلا فيها زحلقانيتين مع بعض، سعرها من 5000 الحين 3500 زحلقانيتين، وتطلع من الخلف وفيها حوض. هذه اللعبه مميزه جدا، في منها احمر، في منها اصفر، في منها وردي للبنات، ثلاث انواع بس نفس الشكل. الحلو اللي فيها فيها حوض سباحه كبير جدا، الحوض مساحه الحوض كبيره جدا، فيها نقازيه او نطاطيه من هني، يعني ممكن تنطط وانت واقف مع اي وزن. فيها ايضا فوق عندنا كره سله، كره سله هني موجوده، وتطلع من السلم تنزل الطرف الثاني، فيها شو عندنا؟ الزحلقانيه، تطلع من السلم فوق زحلقانيه، اطلع من الخلف تعال حمزه من هني. في عندنا ايضا اللي هو النفق، يدخلون من العيال يلعبون، يدخلون داخل على النطاطيه يلعبون فيها، ممتازه جدا وشكلها راقي ومع الضمان، وتعيش عندك مش سنه ولا سنتين، عشر سنوات تعيش عندك. في منها لون احمر اصفر ووردي، هذه اتوقع تنفع لك البيت. السعر من كم؟ من 7500 الحين 4500 شامل التوصيل والتركيب والضريبه والضمان ايضا. واي مشكله تصير خلوا الرقم عندكم، يجونكم يصلحون لكم اياها، في لزقات خاصه فيها تتلزق لها الشغلات هذه. بحط لكم الارقام، تواصلوا معاهم، وشكرا لكم والى اللقاء.